والبطولات، ويعزز صفوفه دوما بأفضل اللاعبين المحترفين، ويتطلع باستمرار إلى المنافسة على المستوى القاري في كأس الاتحاد الآسيوي. ومن هذا التقرير السياسي الرياضي ننتقل إلى فقرة الرياضة البحتة مع الزميل محمد جاد. صباح الخير محمد. صباح الخير. تفضل. شكرا. أهلا بكم. نهائي مبكر جمع هومنتمن اللبناني حامل اللقب مع وصيفه جمعية سلة المغربي في الجولة الأولى من البطولة العربية لكرة السلة التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت. سلة نجح بالثأر لهزيمته في نهائي النسخة الماضية على أرضه في المغرب، وقص شريط افتتاح مبارياته بفوز جيد ب 77 نقطة ل 64. سلة يشارك في البطولة بتشكيلة متجانسة، حيث حافظ الفريق على معظم نجومه في السنوات الماضية، فيما دخل هومنتمن الدورة بحلة جديدة بعد رحيل الكثير من نجومه الأجانب واللبنانيين. كنش المقابله ديال اليوم نقيموا المستوى ديال الفريق ديالنا، انه شفنا اتحاد اسكندري عنده فريق قوي، كذلك فريق بيروت المنظم عنده فريق جيد، جاب لاعبين يعني كثير. اللي كنتمنى هو ان الاداء ديالنا يتحسن مع المقابلات القادمه باذن الله. راح نوصل للاخر، انا فيري كونفيدنت بفريقي وبعرف شو فيه يعطي، اكثر بكثير من اللي اعطيناه. هوبفلي بنحسن دفاعنا وشوي نشتغل على هجومنا ونتوفق بشوطاتنا بيمشي الحال. وبعد انتهاء المباراة افتتحت البطولة رسميا من خلال حفل شاركت فيه جميع الأندية العربية المشاركة بحضور شخصيات رياضية عربية بارزة. وبعد حفل الافتتاح الذي تميز بطابعه التراثي اللبناني من خلال رقصات الدبكة، نجح مستضيف البطولة نادي بيروت في تحقيق الفوز على أهل إزداد العماني ب 82 نقطة ل 66. ويعد بيروت من أحدث الأندية اللبنانية، وهو أعد العدة للمنافسة المحلية والعربية هذا الموسم من خلال تعاقده مع عدد من نجوم اللعبة في لبنان. في مواجهة عربية خالصة، وضع الأهلي المصري قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على شقيقه الجزائري وفاق الصيف بهدفين. نادي القرن أنهى مباراة الذهاب على أرضه في استاد السلام بأفضل طريقة ممكنة، حيث حافظ على نظافة شباكه ونجح بإحراز هدفين عبر وليد سليمان وإسلام محارب. شهدت المباراة حضور أعداد قليلة من جماهير الفريق الأحمر بعد قرار الأمن المصري اقتصار الحضور على أعضاء الجمعية العمومية وحرمان الأهلي من جماهيره. عزارو يحط جسمه، هادي عزارو، ولكن قوة البنيان برضو عند عبد القادر يحييها. الهدف الثاني، الهدف الثاني. هيا إلى الدوري اللبناني لكرة القدم، حيث صعد النجم إلى الصدارة بعدما عاد من طرابلس بثلاث نقاط غالية إثر فوزه على أصحاب الأرض بهدفين لهدف في المرحلة الثانية من البطولة. رحلة الفريق البيروتي إلى المدينة الفيحاء كانت محفوفة بالمخاطر، لا سيما أن أصحاب الأرض قدموا أداء رائعا جدا بظل ضياع نجموي برغم افتتاحهم التسجيل عبر القائد علي حمام. طرابلس أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عبر مارك ديون، وفي الشوط الثاني فرط طرابلس بالفوز بعد إضاعة الكثير من الفرص قبل أن يستغل البديل حسن لمحمد كرة مرتدة ويمنح النجم فوزا غاليا. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية، نشكر لكم حسن المتابعة. عودة إليك رنا مجددا. شكرا لك محمد. إلى العناوين مجددا. أن أكون رئيسا للعراق لا رئيسا لفئة أو مجموعة أو منطقة دون أخرى. بعد انتخابه رئيسا للعراق بأغلبية الأصوات، برهم صالح يتعهد الحفاظ على وحدة البلاد ويكلف عادل عبد المهدي تأليف الحكومة. كانوا يريدون أن يستقطبوا فلول داعش في هذه القاعدة، يدربونهم المعلم للميادين لا جدوى عسكرية لقاعدة التنف بعد إبادة داعش في الجنوب، وسوريا ستكتب الفصل الأخير من الحرب. القوات الروسية تنجز مهمة نقل منظومة S-300 إلى سوريا، والخارجية الأمريكية تعده تصعيدا خطيرا. الشرطة التركية تفتح تحقيقا في اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي بعد مراجعة القنصلية السعودية في إسطنبول. نيويورك تايمز تنشر وثائق عن تلقي ترامب أموالا من والديه عبر التهرب الضريبي، ومصلحة الضرائب تفتح تحقيقا.
وكان في النشرة أيضا مغربية تحاول منزلها إلى ملجأ لمريضات السرطان لتأمين استمرارية العلاج لهن. المزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net ولمتابعينا باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء. ولكن أونغا צריך לעבור من العالم. الأونروا يعني بداية هي الشاهد الحي الدولي على مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني. هي الشاهد الدولي على حق الفلسطينيين بوطنهم وبأرضهم فلسطين. هي أيضا عنوان لقضية بانتظار الحل، لأن هناك رمزية كبيرة تعطى للوكالة من قبل اللاجئ الفلسطيني. لذلك أي اهتزاز في عمليات الأونروا أو تخفيض في هذه العمليات أو حتى وقفها سيكون له نتائج كارثية كبرى. ميداني الأونروا، تغييب الشاهد، يأتيكم الخميس الساعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف. كل أب يحزنه فراق ابنه. إن من يدافع عن أرضه ويقاوم غزوات المعتدين فهو يدافع عن قيم الخير والسلام. عندما كانت تشتد ضغوط هذا الفريق على المقاومة، كان باسل الأسد هو القناة التي تلجأ إليها المقاومة لإيصال موقفها ورؤيتها إلى الرئيس حافظ الأسد. We are committed to is the end of the state of war between Jordan and Israel. أضاف الرئيس حافظ الأسد عبارة هامة جدا: الخائن يمكن أن يقتل ولكن أن يعيش في أذهان الناس كخائن، والمقاوم يمكن أن يستشهد ولكن يعيش في أذهان الناس كمقاوم، وهذا هو المهم. ما صحت ما روجت له إسرائيل بأن اغتيال إسحاق رابين كان اغتيالا للسلام. Clinton says, "Can I tell the Syrians that you will live up to what Rabin promised?" ولهذا نتطلع اليوم إلى نقل المنطقة من حالة الحرب إلى حالة السلام. السلام الذي يعيد لكل ذي حق حقه. الرجل الذي لم يوقع، وثائقي من إنتاج الميادين في جزئه العاشر، يأتيكم الأربعاء
الساعة 11 ليلا بتوقيت القدس الشريف. لماذا وهنت المناعة ضد الفتنة في العالم العربي والإسلامي؟ كيف يشعل شعار في ملعب أو جملة في وسائط الاتصال الفتنة الكبرى؟ أما آن للعرب والمسلمين أن يرفعوا راية الوعي ضد عوامل سقوطهم؟ القابلية للفتنة عنوان برنامج ألف لام ميم، يأتيكم الخميس الساعة 9 مساء بتوقيت القدس الشريف. نتنياهو يهدد لبنان كعادته، يعرض خرائط افتراضية لمخازن وصواريخ وهمية في ضواحي بيروت. إسرائيل والقوى الخاسرة في سوريا قلقة، واتفاق إدلب أبعد القتال إلى حين. صواريخ إيران على الإرهاب رسالة قوية، والمشهد الإقليمي بات واحداً. ماذا وراء التهويل الإسرائيلي والتحريض على المقاومة؟ هل لإخفاء الضعف والإخفاق أم للابتزاز وتصعيد الضغوط لا أكثر؟ التهويل الإسرائيلي، الأهداف الخفية، عنوان ندوة الأسبوع، يأتيكم الجمعة الساعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف. على الانكسارات والانتصارات وسؤال المصير، ماذا استنتج الإسلاميون العرب؟ في الانفتاح بين المشاركة السياسية والعلاقات الدولية، إلى ماذا خلص الإسلاميون العرب؟ من الجهاد في الساحات إلى التباينات الحزبية والاجتهادات الفكرية، إلى ماذا توصل الإسلاميون العرب؟ حلقة هذا الأسبوع تناقش تجربة حركة النهضة التونسية، مع طلال عطريسي الأستاذ في علم الاجتماع، ومحمد البوماني الأستاذ في الفكر الإسلامي، وتوفيق المديني الباحث السياسي. قواعد الاشتباك يعاد بثه في الأوقات التالية. كلف الرئيس العراقي برهم صالح بعد أداه القسم رئيسا جديدا للعراق عادل عبد المهدي تأليف الحكومة الجديدة. مصادر الميادين أكدت أن ذلك جاء عقب عقد اجتماع بين صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس المحكمة الاتحادية وعدد من الشخصيات، حيث جرى وضع اللمسات الأخيرة على مرسوم التكليف.
أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن القوات الروسية أنجزت مهمة نقل منظومة S-300 للدفاع الجوي إلى سوريا بالكامل. وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي ترأسه بوتين بشأن الوضع في سوريا، أشار وزير الدفاع الروسي إلى البدء بتدريب خبراء سوريين على استخدام المنظومة. هذا ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لتسليم S-300 إلى الجانب السوري. وقد عرضت الوزارة الروسية مشاهدا لعملية التسليم التي جرت ليلا من طائرة نقل عسكرية. نشر الحرس الثوري الإيراني صور مقر الإرهابيين التي دمرتها صواريخ البالستية في منطقة هجين التابعة للبوكمال شرق الفرات. الصور تظهر مقر الإرهابيين قبل إصابتها بالصواريخ وقصفها بالطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري. تحاصر قوات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي قرية الخان الأحمر شرق القدس تمهيدا لهدمها بعد انتهاء مهلة الاحتلال للأهالي لهدمها ذاتيا. إلى هذا جرح فلسطينيان وتعرض العشرات للاختناق في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز شمال رام الله في احتجاجات على قرار هدم قرية الخان الأحمر. قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين. كشفت مصادر مقربة من الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي أن الأخير اختفى بعد مراجعة القنصلية السعودية في إسطنبول لإجراء معاملات. حساب معتقلي الرأي في السعودية أكد في تغريدة على تويتر اختفاء خاشقجي عقب مراجعة القنصلية السعودية أمس، مشيرا إلى أن القنصلية قالت أنه لم يزرها. وحمل الحساب السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة خاشقجي. ختام الموجز، إلى اللقاء. عن آخر تطورات المشهد السوري عسكريا وسياسيا وعن اشتباك الخيارات والمصالح الإقليمية والدولية في سوريا والمنطقة وعن الزيارة والاتصالات في الأمم المتحدة وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقابلة خاصة من نيويورك يعاد بثها في الأوقات التالية. مرحبا بكم.
من صفر مشاكل إلى صفر أصدقاء، توصيف وسم نتائج السياسات التركية في السنوات السبع الأخيرة. تباينات ما بين الواقع ورغبات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدخلت تركيا في دوامة من الاختلافات أدت في كثير من الأحيان إلى خلافات. من دمشق إلى طهران فموسكو وواشنطن والرياض وبغداد والقاهرة تزعزعت بعض العلاقات وتقطعت السبل إلى أخرى. نقلت وسائل إعلام مصرية عن بن سلمان تصريحات يهاجم فيها تركيا، معتبرا أن الأخيرة تريد الخلافة وفرض نظامها على المنطقة. تصريحات تعكس تنافسا محموما بين الدولتين على تزعم العالم الإسلامي. ذهبت أنقرة إلى نشر مئات من الجنود الأتراك في قطر إثر الأزمة الخليجية القطرية، والعدد قابل للارتفاع. أرسلت جنودها إلى بعشيقة العراقية. تأزمت العلاقة مع بغداد ومن ثم مع الكردي بعد استفتاء كركوك. اتهم الرئيس التركي الولايات المتحدة بالسعي إلى طعن بلاده في الظهر، مهددا بإيجاد أصدقاء وحلفاء جدد. تصريحات قد يراها البعض رسائل تصرف تركيا العضو في الناتو ربحها في الأروقة المغلقة. في نيسان أبريل الماضي وصف أردوغان إسرائيل بدولة الاحتلال والإرهاب. خرجت مسيرات في شوارع تركيا نصرة للقدس. خطابات لم تقترن بأفعال. تقول صحيفة زمان التركية إنه خلال العام الماضي شهد حجم التبادل التجاري بين أنقرة وتل أبيب زيادة بلغت 14%، لتحتل تركيا المركز الأول من حيث التبادل التجاري مع إسرائيل على مستوى الدول الإسلامية. إدلب عقدة العقد تتصدر المشهد اليوم. مؤخرا تشير تقارير أجنبية ومعلومات أوردتها وكالة سبوتنيك إلى أن الجانب التركي هرب بعض قادة جبهة النصرة الأجانب من جسر الشغور وشمال اللاذقية مع عائلاتهم باتجاه الداخل التركي من دون معرفة الوجهة النهائية التي سيتم نقلهم إليها. كما أن معظم من تم تهريبهم بواسطة السلطات التركية هم قياديون معروفون في إدلب بارتكابهم مجازر شنيعة بحق مدنيين وعسكريين سوريين خلال السنوات السابقة. في حوار الساعة اليوم نفتح النقاش حول جملة من التساؤلات عن العلاقات مع دول الإقليم والعالم. أين تتموضع تركيا؟ ماذا عن خططها المستقبلية في سوريا، إدلب وما بعد إدلب في العسكرة والسياسة؟ عن العلاقة مع روسيا وطهران والولايات المتحدة والغرب الأوروبي، وحول مستقبل ملفها مع الدول الخليجية وموقعها الحقيقي من القضية الفلسطينية وصفقة القرن، وعن أزمتها الاقتصادية الداخلية وانعكاساتها على السياسة الخارجية. نحلل ونستشرف مع الكاتب والخبير في الشؤون التركية حسني محلي. أهلا بكم في حوار الساعة. إذن أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة، وأهلا بك أستاذ حسني محلي. كثيرة هي المحاور اليوم، ونريد أن نستفيد قدر الإمكان من وجودك معنا للاطلاع أكثر على الواقع التركي في السياسات الداخلية والخارجية. نبدأ مباشرة من إدلب. اتفاق سوتشي، ما هو الضامن والضمان ليترسخ هذا الاتفاق واقعا على الأرض في التنفيذ، بعيدا فقط عن التعهدات والالتزامات الكلامية من الجانب التركي نسأل؟ يعني هو ليس موضوع سوتشي، الاتفاق الأخير في سوتشي هو المهم. أنا أعتقد لماذا وقع أردوغان على أول اتفاق في أستانا؟ أو يجب أن نسأل ما هي الأوراق التي يملكها الرئيس بوتين ليستخدمها ضد أردوغان على صعيد العلاقات الثنائية التركية الروسية، وعلى صعيد العلاقات الروسية التركية ولاحقا الإيرانية في موضوع سوريا. يعني لماذا وافق أردوغان على هذا الحوار وعلى هذا التعاون، ولماذا وافق بوتين على دخول القوات التركية إلى سوريا في جرابلس في 24 آب 2016؟ وهل يضمن الرئيس بوتين خروج هذه القوات التركية الآن
من جرابلس إلى الباب إلى عزاز وعفرين ولاحقا الآن من إدلب؟ هذا هو السؤال الذي لا أو الجواب الذي لا نعرفه. أنت لخصت الآن تفاصيل كل المحور الذي سأناقشك به. نعم هذه هي المشكلة. طيب. هذه هي المشكلة. اثنين فيما يتعلق بضمانات التي تسألين عنها. أعود وأقول أنا أعتقد شخصيا أن الرئيس أردوغان على كل الأوراق التي وقع عليها هو يحاول أن لا يلتزم بها. يحاول أن لا يلتزم بها إن كان في موضوع إدلب أو إن كان في الشمال السوري أو فيما يتعلق في الحل النهائي للأزمة السورية. يعني هل نفهم بأنه يصعب الرهان على تطبيق هذا الاتفاق من الجانب التركي؟ نعم أنا أعتقد ذلك. لكن هناك من يقول ويورد بأنه أردوغان يتخوف جدا من فشل هذا الاتفاق ولذلك هو يؤكد بطريقة شبه دائمة بأنه الاتفاق سيتم وبأنه دائما هناك اتصالات مع هذه الجماعات لتسلم أسلحتها ولتخرج من المناطق وبدأ فعلا خروجها من هذه المناطق. ألا يتخوف لا 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 أردوغان لا 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 أبداً؟ ليس بهذا الإطار يعني لنفرض جدلا أن المسلحون خرجوا من المسلحون أولا أجانب خرجوا طيب. من إدلب يعني النصرة والفصائل القريبة من النصرة قياداتها وعناصرها الأجانب ويقدر عددهم بحوالي 15,000 كما يقال. هؤلاء يعني من الشيشان من تركستان من الصين في تونسيين وسعوديين وغيره. هؤلاء نفرض جدلا خرجوا ماذا سيكون مصير إدلب؟ يعني هل ستوضع هو يريد أردوغان يريد كما هو الجيش التركي الآن موجود في جرابلس والباب وعزاز وعفرين يريد أن يكون أيضا الجيش التركي في إدلب أيضا ولا يريد أن تعاد إدلب للسلطة أو سلطة الدولة السورية. يعني برأيك رجب طيب أردوغان يرى اتفاق إدلب بطريقة أو بأخرى تمهيدا لسايكس بيكو جديدة يقتطع منها أراضي سورية يبقى فيها هكذا هو يراها بمنظوره؟ قد يكون هذا حساب لكن هذا مرهون أيضا بالحل النهائي للأزمة السورية. هو يريد أو هكذا يقال أن بقاء القوات الأمريكية في شرق الفرات كفيل له بأن يبقى هو في غرب الفرات. يعني إذا بقى الأمريكان في شرق الفرات هو سيقول في الحل النهائي أنه طالما الأمريكان موجودون في شرق الفرات إذن أنا أيضا سأبقى غرب الفرات إلى الحل النهائي للأزمة السورية. خاصة هو يعتقد ويقول والإعلام التركي الموالي له يقول بأن غرب الفرات من جرابلس إلى عفرين هنا أقلية أو وما تعني هذه الكلمات بالمفهوم السياسي والقومي تركمانية. إذن من حق أردوغان أن يحمي ويضمن حقوق هؤلاء في الحل النهائي للأزمة السورية إن كان في إطار فيدرالية دولة سورية فيدرالية أو إذا اعترفت الدولة السورية للأكراد شرق الفرات بالحكم الذاتي كما يقال الآن إذن يجب أن يعترف أيضا الدولة السورية تعترف لي التركمان في غرب الفرات بالحكم الذاتي. يعول برأيك أردوغان على فيدرالية في سوريا؟ لماذا لا؟ ألا يتخوف من مثل هذا المشروع لا 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 على بلاده؟ تركيا ليست مهددة بالتقسيم يعني؟ تركيا دولة كبيرة أو هكذا يعتقد هو أن الدولة التركية تستطيع أن تتعامل مع الأزمات المستقبلية في إطار واحد وهو أنه زعيم للأمة الإسلامية أنه زعيم إسلامي وزعيم كل المسلمين ويتعامل مع جميع قضايا المنطقة بالمفهوم الديني العقائدي. يعني على سبيل المثال في قمة طهران عندما على الهواء مباشرة عندما خرج وقال طالب بوقف إطلاق النار في إدلب وقال له الرئيس بوتين أن داعش والنصرة غير موجودين الآن في الطاولة فهو لم يخطئ في ذلك هو قصد ذلك ليقول للمسلمين في العالم أجمع الإسلاميين عفوا في العالم أجمع أنا زعيمكم وأنا أتبناكم حتى أمام بوتين وحتى أمام روحاني ودافعت عنكم. هذا هو المنطق السياسي للإيديولوجية على كل حال تزعم العالم الإسلامي هي محور بحد ذاته في سياق هذه الحركة الحلقة. نود أكثر لو نقسم هذه الحلقة إلى محاور في العلاقات ونبدأ مباشرة بالعلاقة مع روسيا. سوريا أو روسيا تعمل على توظيف استراتيجية متعددة المحاور لاستعادة إدلب. على ماذا تعمل تركيا في هذا السياق؟ يعني هو
روسيا والاتفاق مع الدولة السورية. يعني بوتين عندما التقى مع الرئيس بشار الأسد في سوتشي العام الماضي وكانت حوارات أيضا على مستويات أخرى أمنيا وعسكريا. أنا لا أعتقد، أنا شخصيا لا أعتقد أو أجزم بأن أردوغان يريد أن يضم إدلب للشريط الحدودي الذي يتواجد فيه الجيش التركي الآن، مهما كانت صيغة الاتفاق بين بوتين وبين أردوغان فيما يتعلق خروج المسلحين، تسليم أسلحتهم الثقيلة. إذا لن تدخل الدولة السورية إلى إدلب وحواليها، يعني ماذا يعني الاتفاق؟ ماذا يعني؟ هل نستطيع أن نقول بأن الدولة السورية كما حدث في 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 الضفة في الضفة في في الغوطة وغيره واليرموك ودرعة ولا مصالحات؟ اوكي في مصالحات. انا قمت في جولة أخيرة لما كنت في دمشق في معظم حماة وحمص والساحل والمناطق كليتها، فالمصالحات لن تعني أي شيء إذا لم توضع في إطار الحل النهائي، في إطار الدولة السورية الموحدة جغرافيا وسياسيا. أردوغان ضد هذا الفكر. طيب، لكن في ذات الوقت وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال بالأمس للميادين بأنه الفصل الأخير من الحرب السورية يشمل تحرير إدلب وأرياف حلب الشمالية الشرقية وصولا إلى منبج وشرق الفرات. تركيا هل ستقف في وجه الدولة السورية المصرة على تحرير كل شبر من أرضها السورية برأيك؟ يعني يمكن أن نصل إلى مرحلة اصطدام مباشر فيما بعد؟ ليس مع سوريا، الصدام مع سوريا غير وارد بالنسبة للدولة التركية. يعني إذا فكرت هي تستطيع أن تصطدم ولا يرى مانعا في ذلك، ولكن الصدام مع روسيا، يعني ماذا سيفعل بوتين؟ أنا هذا هو السؤال الذي يجب أن نفكر فيه جميعا. ماذا سيفعل بوتين إذا قال أردوغان أنني لن أخرج من جرابلس الباب أزال؟ لكن كان في تلميحات يعني أنه من بعد إخراج الجماعات المسلحة وفصلها والقضاء على ما تبقى أيضا في محاربة الإرهاب لن يبقى هناك أي مبرر لوجود التركي في الأراضي السورية وإلا سيعتبر احتلالا. هذا أيضا لمحت إليه روسيا، يعني هناك تشريع بمحاربة التركي في هذه الحالة. زميلة فتون، يعني الموضوع مو بهالإطار. نحن إعلاميون طيب. وأنا أتحدث في إطار الإعلام في إطار الأخبار وهذا عادي، لكن الأمور لما تأتي إلى مستوى القيادات والقرار الحسم في أي موضوع إن كان، يعني هذا الكلام غير وارد نحن عندنا في الإعلام التركي ولا غير وارد أبدا في أحاديث السياسة أو وقت السياسة التركية، أنه والله اتفق أردوغان مع بوتين أنه يجب أن تخرج القوات التركية في الحل النهائي في المرحلة النهائية، ليس من إدلب بل من كل الشمال السوري، ولاحقا القوات الأمريكية من شرق الفرات. ما الذي سيفعل ذلك؟ هل تستطيع الدولة السورية؟ نحن نتحدث عن الاتفاقات العلنية، نتحدث عن مضمون هذا الاتفاق. هناك من يحلل ويقول حتى بحسب معلومات بأنه أصلا هذا الاتفاق سيحصر فيما بعد فيه الروسي التركي، على اعتبار أنه يمكن أن يتحول لإحتلال إن لم يخرج من الأراضي بعد القضاء على الإرهاب. وبهذا المعنى ومن هذا المنطلق يمكن للدولة السورية محاربة التركي بشكل مباشر حتى، تعتقد ذلك أم لا؟ هذا كلام كبير يعني. هذا كلام كبير. طيب، أنه ممكن للدولة السورية ما الذي سيفعله الروسي؟ أولا شوفي، الآن التواجد الوجود التركي في الشمال السوري من جرابلس أعود وأقول إلى عفرين وحتى إدلب، هناك أقل شيء 50,000 من عناصر الجيش الحر والفصائل القريبة من الجيش الحر، وكل هذه القوات تحت إدارة وتصرف الجيش التركي. طيب، اثنين، تركيا تقدم خدمات كبيرة جدا جدا في مناطق التواجد الجيش التركي في الشمال السوري، من المدارس إلى الجوامع إلى الكهرباء إلى المياه إلى المستشفيات حتى الجامعات، فروع الجامعات التركية افتتحت في الأراضي السورية، ويعني هناك كثير من التفاصيل. لماذا هو يفعل ذلك؟ حتى يقول للناس الموجودين في الشمال السوري انظروا أنا الذي أقدم لكم هذه الخدمات. يعني أنت تتحدث عن ظاهرة التتريك، حتى أنه وزعت جلاءات في مناطق شرق الفرات عليها العلم التركي والأختام التركية أيضا. لماذا هو يفعل ذلك؟ هل هو يفعل ذلك لشيء ما فقط لأنه والله حتى نراه يتحدث عن موضوع ما؟ هذا موقف عقائدي،
هذا موقف عقائدي ايديولوجي له علاقة. أنت في المقدمة قلت جملة أعتقد كانت أخيرة أنه كل ما يقال عن السياسة الخارجية له علاقة بالسياسة الداخلية. هو يسعى طبعاً. هو يسعى بعد تغيير الدستور باعتبار أصبح الحاكم المطلق 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 بعد ما فاز ب 52.6 هو يسعى لتتريك المنطقة اللي نتحدث عنها في الشمال، ولكن هو يسعى لأسلمت الداخل التركي اجتماعيا، أسلمت الدولة وأسلمت الأمة التركية بالمفهوم السياسي والعقائدي. هل هو قادر على ذلك؟ هو يفعل ذلك ونجح في كثير من الأمور حتى الآن. يعني على سبيل المثال، يعني الآن الجيش التركي، يعني المحجبات في الجيش التركي، اثنين الجوامع، يعني الجنود يصلون الجمعة والضباط وليس الجنود أيضا معهم، وهكذا هناك كثير من الأمور. يعني لا أريد أن أدخل في التفاصيل. طب أنت طرحت سؤال مهم في سياق كلامك بأنه ماذا سيفعل الروسي؟ نعم هذا هو طيب ماذا سيفعل؟ يعني أنا مثلا شخصيا إذا بتسأليني، أنا دائما أرى الموقف الروسي عجيب وغريب أحيانا، يعني حتى في موضوع الإسرائيليين، يعني عندما تأتي الطائرات الروسية الإسرائيلية وتقصف مواقع الجيش السوري وتقصف مواقع سوري، والروس يتفرجون على هذه الطائرات وتفضلوا اقصفوا، حتى آخر عملية سقطت فيها الطائرة الروسية. بعد ما سقطت الطائرة الروسية تغير الموقف، سلم غيرت الموقف الروسي. ليش طيب؟ يعني الروس لديهم قاعدة في حميميم ولديهم قاعدة في طرطوس، هم يحمون القاعدة الروسية ويحمون القاعدة الروسية في طرطوس، ولكن عندما تأتي الطائرات الإسرائيلية تقصف مواقع حزب الله وتقصف مواقع إيرانية أو كما يقولون هم، لا يعني تفضل قصف. لماذا؟ طب بالموضوع التركي ما الذي يمكن أن يفعله؟ يتركه يعني؟ أنا في رأيي هو يعني لن يستطيع، لأن هناك علاقات متشابكة جدا 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 في العلاقات الروسية التركية مباشرة. 56% من استهلاك الغاز التركي مصدره روسي، بيستوردوه من 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 روسيا. 56%. اثنين، عدد السواح الروس الذين يأتون إلى تركيا 5 مليون سائح روسي. المفاعل النووي الذي بدأت الشركات الروسية ببنائها في تركيا، حجم التجارة تبدل التجاري السنوي 30 مليار دولار، الشركات التركية تنفذ مشاريع إنشائية في 10 مليار دولار، وكثير من هذه هناك علاقات متشابكة لها علاقة بالمصالح الاستراتيجية لتركيا، عفوا لروسيا، لأن في نهاية المطاف تركيا دولة حلف أطلسي وحدود على روسيا وخطر عليها. بوتين يريد من خلال علاقتي مع الرئيس أردوغان أن بقدر الإمكان يبعد تركيا عن الحلف الأطلسي. يعني من خلال هذا الكلام هل نستطيع أن نفهم بأن روسيا يمكن أن تعطي أو تضحي بإدلب لأجل تركيا؟ يعني تعطيها لتركيا بهذا المعنى؟ أنا لا أعتقد بأن تركيا هي ليست موجودة بإدلب، يعني بالمفهوم العام اللي هي نقاط مراقبة، وحشدت قوات كبيرة الآن خلال الشهر الماضي، قوات كبيرة، ونقلت هذه الصور أنتم على الميادين، دبابات تركية دخلت عشرات مئات الدبابات والمدرعات والوحدات الخاصة التركية دخلت المنطقة. أنا أعتقد ولن يسحب هذه القوات، رأيي الشخصي لن يسحبها، ولن تستطيع روسيا أن تقول اسحب. طيب موقف إيران من هذا الموضوع كيف هو سيكون، خصوصا أن هناك من يتحدث عن محاولة تركيا لإبعاد إيران عن الصورة تحديدا في إدلب؟ هو يريد أن يستغل الفتور كما يقال في الشارع العربي، أن هناك فتور وأحيانا خلاف في أو عداء أو منافسة روسية إيرانية في سوريا. هو يريد أن يستغل هذا الموضوع ويعمل على ذلك، على أن يكون مقرب إلى شو اسمه روسيا أكثر من إيران، علما أن إيران دولة إسلامية، وهو يريد أن يسعى إلى أسلمة الدولة والأمة التركية. إذن في حال هذه أن يكون قريبا على إيران أكثر من سوريا، ولكن هو ليس كذلك، لأن في نهاية المطاف إيران دولة شيعية وتركيا دولة سنية، وهناك منافسة تاريخية بين الإمبراطورية الفارسية وبين الإمبراطورية العثمانية، ولا يعني هناك كثير من الأمور التي تمنع الأيديولوجية التركية من التقارب مع إيران على حساب التقارب مع روسيا. طيب سنذهب في فاصل قصير من ثم نعود لك استكمال هذا الحوار. فاصل قصير ونعود مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا.
منذ اجتياحه من قبل أمريكا وبريطانيا لم يستقر بعد وضع العراق. هل المشكلة من الداخل أم من التدخلات الخارجية؟ هل من أياد خارجية فعلاً في أحداث البصرة حتى طالب البعض بطرد سفراء أجانب؟ ما كاد العراقيون يدحرون داعش حتى غرقوا بتعقيدات الحكومة والرئاسة وتفاقمت المصاعب الاقتصادية. من السبب؟ لعبة الأمم يأتيكم الأربعاء 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف. لماذا وهنت المناعة ضد الفتنة في العالم العربي والإسلامي؟ كيف يشعل شعار في ملعب أو جملة في وسائط الاتصال الفتنة الكبرى؟ أما آن للعرب والمسلمين أن يرفعوا راية الوعي ضد عوامل سقوطهم؟ القابلية للفتنة عنوان برنامج ألف لام ميم يأتيكم الخميس الساعة 9 مساء بتوقيت القدس الشريف. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى القسم الثاني من هذه الحلقة من حوار الساعة التي نجدد الترحيب فيها بضيفنا هنا الكاتب والخبير بالشؤون التركية حسني محلي. أهلا بك من جديد أستاذ حسني. سنحاول أن نكثف المواضيع قدر الإمكان لأنه هي كثيرة كما قلنا في بداية الحلقة، ونذهب مباشرة إلى موضوع القمة الرباعية. نستعرض هذا التقرير ومن ثم نعود في الرأي الأردني عن قمة إسطنبول الرباعية إن عقدت. الرأي الأردني عن قمة إسطنبول الرباعية إن عقدت. بحماسة لافتة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن موعد انعقاد قمة إسطنبول الرباعية التي سيشارك فيها في حال انعقادها قادة روسيا، فرنسا، ألمانيا وتركيا، والتي سيكون الملف السوري محورها الرئيس والأساس، ولا سيما الوضع في منطقة إدلب. الغريب لحد الدهشة أن الاتفاق حظي بإطراء غير مسبوق من الرئيس الأمريكي إلى درجة توجيه الشكر لكل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا. أردوغان بعد المباحثات التي عقدها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين أعلن أن القمة الرباعية ستعقد في النصف الثاني من الشهر الجاري في إسطنبول إذا لم يحصل ظرف طارئ، ما يعني أن موافقة الأطراف الثلاثة الأخرى قد حصلت، إذ ليس ثمة خلاف بين باريس ولندن إزاء الملف السوري، ولا سيما لجهة المسألتين الأكثر إلحاحا أو على وجه الدقة الورقتين اللتين تتمسك بهما دول الغرب الاستعماري، وهما عودة النازحين السوريين وإعادة الإعمار. يظن ثلاثي الفرنسي البريطاني ولا سيما التركي أنه يمتلك ورقتين مهمتين يمكن توظيفهما في الحد من نفوذ ودور روسيا وعرقلة مساعيها لإنجاز حل سلمي للأزمة السورية. لهذا يواصلون ضغوطهم لمنع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم، ويضغطون على الأمم المتحدة من أجل إفشال عودة هؤلاء لاستخدامهم لاحقا في اللعبة المرسومة الرامية إلى إشراكهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السورية، فضلا عن اشتراطاتهم المعروفة بعدم المشاركة أو الإسهام في إعمار سوريا إلا بعد رحيل الأسد. بتعليق سريع لو سمحت أستاذ حسني، لماذا يوجه الرئيس الأمريكي هذا الشكر لكل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا على خلفية أنه ستعقد قمة رباعية فيما بعد؟ وهل تعتقد أنه هناك ما يمكن أن يسمى طبخة معينة تركية أمريكية لا 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 في الموضوع؟ هو لأنه الرئيس أردوغان في حديثه للإعلاميين الذي رافقوه إلى نيويورك ولاحقا إلى برلين، عندما عاد وتحدث إليهم في الطائرة هاجم
الرئيس ترامب في هذا الموضوع. قال أن ترامب يعمل ضد ما يسعى إليه هو لمعالجة الأزمة السورية، وقال أن ترامب يسعى لعقد قمة سباعية قبل الرباعية أو بعدها لمعالجة الأزمة السورية، دعا إليها الأردن السعودية ومصر بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا وأمريكا وألمانيا. حتى هو شكى لماذا هو لا يدعو ترامب سوريا إلى مثل هذا الاجتماع. إذن هو ليس في أي نقطة من نقاط التلاقي مع التوجه الأمريكي في هذا الموضوع، لأنه هو في نهاية المطاف كما قلت قبل قليل سلبا يريد أن تخرج القوات الأمريكية من شرق الفرات باعتبار أنها تدعم وحدات الحماية الشعبية الكردية، إيجابا يريد لها أن تبقى حتى تكون مبررا لبقائه هو غرب الفرات. لكن هناك تسيير دوريات مشتركة سيكون قريبا جدا ما بين التركي والأمريكي في منبج. لا التركي والأمريكي هو خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الأمم المتحدة لم يستطع أن يلتقي مع الرئيس ترامب، على الرغم من كل المحاولات والوساطات التي أدخلها على هذا الخط، لأنه التقى مع رؤساء 30 شركة وأصحاب 30 شركة أمريكية قبل أن يذهب إلى أمريكا، وطلب منهم أن يتصلوا مع الرئيس ترامب حتى يلتقي به ولو على هامش القمة، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ولم يستطع أن يفعل ذلك. اثنين، هو عقد لقاء خاصا وسريا مع قيادات اللوبي اليهودي في أمريكا واجتمع معهم، أيضا أراد لهم أن يكونوا وساطة لإعادة العلاقات مع تل أبيب باعتبار بعد ما قاله هو ضد إسرائيل في موضوع القدس. لكن لم تنقطع العلاقات، على كل حال سنأتي إلى هذا الجانب. لكن في الموضوع الأمريكي نبقى يعني الموضوع الأمريكي مرهوب بالعلاقات مع اللوبي. يعني هو ترامب سيقول له اذهب وصالح نتنياهو وبعدها تعال إليه. يعني هذا ما سيقوله وهذا معروف. نفس الشيء اللوبي اليهودي، قيادات اللوبي اليهودي قالت له هذا الكلام، اذهب وصالح إسرائيل وبعدها تعال حتى نساعدك في إعادة الأمور مع الرئيس ترامب إلى وضعها الطبيعي على المستوى الشخصي، رئيس ترامب مع الرئيس أردوغان، وبعدها العلاقات الأمريكية التركية بشكل عام. برأيك هل فعلا ترتبط الأزمة الاقتصادية التركية الداخلية بالعقوبات الأمريكية؟ لا ليس له علاقة. أنه هذا مجرد مبررات، هذا هو يسوق هذه الفكرة لأتباعه وأنصاره ونجح في ذلك باعتبار أنه يسيطر على 90% و 95% من الإعلام التركي الخاص والحكومي، فهو استطاع أن يقول لهم أن هذه مؤامرة تستهدف الأمة التركية والأمة الإسلامية وليس الأمة التركية، الصهيونية واليهود وأمريكا والغرب والصليبيين كلهم اجتمعوا ضدنا ويريدون القضاء علينا. هو نجح في هذه الفكرة. هذا كلام ليس صحيحا. هناك أزمة اقتصادية مالية خطيرة جدا، الديون التركية الخارجية وصلت إلى 467 مليار دولار، فوائد الديون الخارجية وفوائد الديون الداخلية لا تغطيها حتى ضرائب الدولة التركية بأكملها، وهو بحاجة إلى ديون خارجية جديدة، لأن 120 مليار على ما أذكر من الديون الخارجية مستحقة حتى نهاية العام الحالي. إذن هذه أزمة. إلى أين هذا الموضوع يأخذ تركيا في الاقتصاد أولا وفي السياسة ثانيا داخليا وخارجيا؟ يعني تركيا على حافة الإفلاس. هذا كلام يعرفه الشارع التركي، ونحن نتحدث في تركيا والمخبراء الاقتصاديون يقولون هذا بكل التفاصيل. تركيا على حافة الإفلاس نتيجة سياسات أردوغان، سياسات الخصخصة. هو باع كل ما تملكه الدولة التركية، خصخص كل شيء، 70 مليار دولار خلال السنوات العشرة الماضية تم الحصول عليها من الخصخصة. لم يعد هناك إلا الأحراج والغابات التي سيتم بيعها لقطر وربما دول خليجية أخرى. إذن هذه فشلت والجميع يعرف ذلك. هذا انعكاساته على العلاقة الخارجية. هو لا يراهن على ذلك. أنا أعتقد هو لا يفكر بهذا الأسلوب. هو يريد أن ينفذ ما يفكر به على الصعيد العقائدي قبل كل شيء، وبعد ذلك السياسي، وبعد ذلك الاقتصادي كما قلت على صعيد السياسة الخارج. على سبيل المثال، عندما فشلت علاقاته مع أمريكا
كما تحدثنا هناك المزيد من التفاصيل، عاد إلى ألمانيا وذهب إلى ماركل، وهو حاول أن يقنع ماركل باعتبار هي زعيمة الاتحاد الأوروبي، وهو الذي قال عن ماركل قبل عام قال أنت من بقايا النازية. صحيح. وكلمة النازية كلمة خطيرة في 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 ألمانيا. في ألمانيا طبعاً يعني. طبعاً. طب لكن على كل حال الجزئية المتعلقة بهذا الموضوع، أنت تقول بأن تركيا فعلا على حافة الإفلاس الآن والكل يعلم ذلك، لكن على ما يبدو يعني حتى الصحافة التركية بعضها تتهكم تقول بأنه فقط أردوغان من لا يعلم ذلك. هذه الأزمة الاقتصادية كيف تضغط على أردوغان في السياسة الخارجية؟ كيف تترجم الآن؟ لا أعتقد لا يفكر، أنا لا أعتقد أنه يقول أو يفكر كما تفكرين أو مفكر أنا بالمنطق العام. أنه عندنا مشكلة كبيرة في الاقتصاد ماليا واقتصاديا، أنه يجب أن نبحث عن سياسات خارجية تساعدنا أن نتجاوز هذه الأزمة. هو لا يفكر بهذا الأسلوب، يعني لو يفكر بهذا الأسلوب الجميع في الخارج قالوا له بأنك أنت قمت بتعيين صهرك زوج ابنتك وزيرا للخزانة والمالية، وهو ليس على هذا المستوى، وكل الأوساط المالية في بريطانيا التي تقوم بإقراض تركيا بالمليارات الدولارات عبرت عن ذلك علنا، قالت نحن لا نتعامل مع هذا الشخص باعتبار أنه ليس على هذا المستوى، وهو لن يتخلى عن صهري. يعني من خلال هذا الكلام يمكن أن نستشرف بأنه تركيا ذاهبة إلى ما يشبه يعني الحضيض أو تحت الحضيض من خلال الكلام. المفهوم الاقتصادي والمالي هذا الخبراء كلهم يقولون ذلك، يعني هو شخصيا كرئيس جمهوري ما هو السبيل للإنقاذ؟ هو لا يفكر بهذا الأسلوب. طب أنت تفكري وأنا كصحفي بعيدا عن أردوغان، ما هو السبيل للإنقاذ في هذه الحالة إن كان في السياسات الاقتصادية أو بالسياسة بشكل أكبر؟ يعني أنا لا أستطيع أن أقول والله السبيل هو كذا، ولكن أنا كصحفي أريد أستطيع أن أقول ما يلي. أولا هو شخصيا قام بتعيين نفسه رئيسا للهيئة العليا أو المكتب التنفيذي لما يسمى الصندوق السيادي للدولة التركية، وعين صهره أيضا مساعدا له في الصندوق، فقالوا له لماذا تفعل ذلك؟ هذا خطأ استراتيجي، لأن الغرب والمؤسسات المالية الغربية لم تعد تثق أولا بشخص أردوغان، اثنين بصهر أردوغان، بأسلوب التعامل بالأزمات الاقتصادية والمالية. والأخطر من كل ذلك الغرب قالوا له المؤسسات المالية نحن لا نثق بالقضاء التركي. نعم. لأن القضاء التركي الآن 100% تابع للرئيس أردوغان بكل المستويات القضائية، من أبسط محكمة إلى المحكمة الاستئناف إلى محكمة التعيينات إلى المحكمة العليا اللي هي محكمة دستورية. فإذا كيف يثق المستثمر أو الذي سيقرض تركيا 50 مليار دولار 100 مليار دولار أن يضمن هذه الكميات الكبيرة من الأموال إذا حدثت أزمة في القضاء والقضاء يتلقى التعليمات؟ على كل حال حضرتك تحدثت عن الجزئية المتعلقة بزيارته والتقائه بالشركات، ولذلك سنعرض هذا المقال لزمان التركية التي تقول إن أردوغان يعود من سفره الغربي خاوية الوفاض. الزمان التركية، أردوغان يعود من سفره الغربي خاوي الوفاض. محمد عبيد الله. كان أردوغان يسعى للحصول على وعد من إدارة ترامب لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، غير أن زيارة أردوغان للولايات المتحدة إن لم تكن هناك اتفاقات سرية لم تحقق أي هدف. لكنه لم يهمل أن يلتقي ممثلي العديد من المنظمات اليهودية الإسرائيلية على هامش اجتماعاته بعيداً عن عدسات الكاميرات لبث رسالة إلى صناع القرار في العالم بأنه ما زال يتمتع بشرعية دولية. أما زيارة أردوغان لألمانيا فلم تكن بأحسن حال من زيارته لواشنطن، فهو كان ينتظر وعوداً اقتصادية ويأمل بترميم شرعيته المنهارة في الداخل التركي والحصول على موافقة من المسؤولين الألمان على سياساته المحلية والإقليمية بالظهور معهم في المربع الواحد، غير أن الرئيس الألماني أكد فيما بعد أن زيارة أردوغان لبلاده لا تعني تطبيع العلاقات مع تركيا،
أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فهي كذلك خيبت آمال أردوغان عندما رفضت طلبه المتعلق بإعلان حركة الخدمة تنظيماً إرهابياً. وإذا أضفنا إلى كل ذلك اتخاذ السلطات الألمانية قراراً بإيقاف مبيعات العربات المدرعة وقطع غيار الدبابات إلى تركيا، فإنه يمكن أن نقول إن السفر الغربي لأردوغان باء بفشل ذريع. ولا شك أن إغلاق الأبواب الغربية في وجه أردوغان سيكون له نتائج لن تصب في مصلحة تركيا وشعبها، إذ سينعزل أردوغان كلياً عن العالم الغربي وسيلقي بنفسه وبلاده في الحاضنة الروسية الإيرانية أكثر من السابق. أما الدول الغربية فمن المرجح أنها ستفتح كل الملفات التي تمتلكها عن أردوغان لممارسة الضغط عليه وجعله يستسلم لسياساته في الداخل التركي والمنطقة. أستاذ حسني، فيما يخص هذا الملف، قلت قبل قليل بأنه لما ذهب أردوغان إلى الولايات المتحدة قالوا له يعني صالح نتنياهو أولا بهذا المعنى. حقيقة العلاقات الإسرائيلية الأردوغانية إنجاز التعبير هي ليست كما تبدو على السطح. تحدثنا في المقدمة عن بأنه تركيا يعني في التبادل التجاري هي الدولة الإسلامية الأولى على اللائحة في التبادل مع إسرائيل. كيف يمكن أن نفهم موقع تركيا أردوغان الحقيقي من إسرائيل ومن القضية الفلسطينية بما فيها صفقة القرار؟ موقف أردوغان عقائديا هو مع القضية الفلسطينية بالمفهوم الإسلامي، تضامن إسلامي، لكن أربكان كان يقول عنه بأنه عميل الصهاينة. سأتطرق إلى هذا الموضوع. طيب. ولكن هو براغماتيا ينظر إلى الأمور تكتيكيا، يعني إذا تطلب أي تطور سياسي إقليمي دولي أو داخلي أن يعود إلى الحوار مع إسرائيل فهو لن يتردد. وهناك مباحثات سرية مستمرة الآن بين مسؤولين إسرائيليين وأتراك في جنيف لإعادة الأمور والمصالحة معه. يعني هو عندما تبنى موضوع سفينة مرمرة التي ذهبت إلى غزة لفك الحصار عن غزة وقتل فيها 10 من الأتراك كان قويا جدا جدا في هذا الموضوع، ولكن عندما دفعت إسرائيل تبرعت ب$20 مليون لضحايا السفينة هو عاد وصالح إسرائيل، لأن المرحلة الإقليمية آنذاك تطلبت ذلك. يعني هو لا يفكر بهذا الأسلوب، يعني هو يتعامل مع الإسرائيلي ببراغماتية. أبدا أبدا أبدا. هو أين حماس الآن في العلاقة بين تركيا وإسرائيل؟ هو الذي ضغط على حماس وقال لحماس أخرج من دمشق وخرجت حماس. أين حماس الآن؟ حماس ليست موجودة أساساً. لماذا قال لها أخرجي من دمشق؟ باعتبار أن الحرب السورية آنذاك كانت تتطلب موقفاً سنياً إقليمياً. تتحدث عن السابق. أنا أعتقد تتحدث عن فيما بعد يعني. بكل الأحوال عندما نتحدث عن هذه العلاقة الآن، تركيا أين هي من صفقة القرن؟ هي أنا أعتقد لن تتردد في الموافقة على صفقة القرن بشكل أو بآخر. أولا إذا شعرت بأن هذه الصفقة لن تمس المصالح والحسابات التركية. هو لا يرى بموضوع فلسطين بأن هي قضية استراتيجية وكذا، هو يستخدم قضية إسرائيل قضية تكتيكية أولا لمنافسة إيران باعتبار إيران تتبنى القضية الفلسطينية وتتبنى موضوع القدس، إذا هو أيضا يجب أن يتبنى موضوع فلسطين وموضوع القدس. إذا تتطلبت المصالحة التركية الأمريكية أن يكون موقف أردوغان مغايرا للموقف الإيراني فهو لن يتردد في ذلك. لكن هنا نسقط الموضوع على موضوع الأيديولوجيا كما بدأنا فيها في بداية الحلقة. وإن تحدثنا أيديولوجيا ففعليا الصراع الحقيقي هو ليس بين إيران وتركيا على زعامة العالم الإسلامي السني ما بين مزدوجين، هو بين تركيا وبعض الدول الخليجية على رأسها السعودية. هذا الصراع بحد ذاته إلى أين سيأخذ كل هذه المنطقة بما فيها تركيا ودول الخليج؟ ما مستقبل العلاقات بينهما؟ هذا أيضا يعني هذه الأمور مع الأسف يعني المثقفون العرب ليس لديهم المزيد من الوقت ولا أدري المزيد من الإمكانيات الفكرية أيضا
يعني هذه مرحلة تاريخية بالنسبة للمثقفون العرب والدول العربية والإعلام العربي. ماذا سيكون مصير هذه المنطقة بعد الآن بعد هذه الدقيقة؟ يعني الربيع العربي، نحن في سوريا قالوا بأننا انتصرنا في سوريا، أوكي انتصرنا في سوريا، ماذا سيكون مستقبل سوريا وأين ستذهب سوريا باعتبار أن مستقبل سوريا سينعكس على لبنان، وبدليل أن هذه الحكومة لا تتشكل. مستقبل سوريا سينعكس على الأردن، ونأتي على الموضوع الذي سيأتيه. هذه الدول الإقليمية بأكملها، الخليجية أولا، قطر كما قال حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق أنه التقينا وحاولنا أن نأخذ الصيدة اللي هي الرئيس بشار الأسد وهرب منا، وصرفنا 130 مليار دولار أنا والسعودية وأردوغان وفرنسا وأمريكا. طيب. إذن أنتم كنتم متفقون وليس كان أي خلاف. عندما السيسي جاء السيسي في مصر وتحالف مع السعودية ودخل على الخط الأمريكان خاصة بعد ترامب، كان هناك تيار إسلامي باعتبار ترامب يريد أن يبتز هذا الموضوع، والخطابات الأخيرة لترامب إهانات مستمرة للملك سلمان والسعودي. هو على هذا الخط، هو لا، أولا الإيديولوجية التركية ضد الوهابية بالتاريخ العثماني بأكمله، طبعا هم ضد الوهابية، ولكن مرحليا هم تحالفوا مع السعودية وقطر وغيرها من هذه الدول ضد الرئيس بشار الأسد وضد سوريا. لكن هذا التحالف في مكان من الأماكن انتهى فعليا، وذهبت تركيا بشكل واضح ومعلن إلى قطر في المساندة، ربما على مبدأ أنه يعني تكتل إخواني معين واختلاف في السياسات على تزعم كما قلنا العالم الإسلامي. من ينتصر في هذه المعادلة برأيك؟ الذي سينتصر هم الأمريكان. يعني هل أي عقل يقبل أو يصدق بأن 1000 عسكري تركي الذين ذهبوا إلى قطر لحماية الشيخ تميم سيستطيعون أن يحموه إذا فعلا حدث شيئا ما، هجوم سعودي إماراتي بحراني على؟ ويقال بأن البرلمان التركي أوصى برفع عدد هؤلاء إلى 5000 ولا 10000. هناك 15000 جندي أمريكي موجودة في قاعدتي السيلية والعديد في قطر، وهناك 100 طائرة قطر أمريكية في هاتين القاعدتين. هل من يعتقد أن الشيخ تميم يستطيع أن يفعل شيئا ما بدون موافقة أمريكا؟ لكن واضح بأنه الأزمة تتبدى يوما بعد يوم أكثر، إن كان عن طريق تصريحات بن سلمان حول تركيا التي اعتبرها في ثالوث الشر في تصريحاته، أو حتى الآن تتجلى مثلا في قضية خاشقجي. أوكي، يعني من الذي سيضمن أننا سنرى في يوم ما مصالحة قطرية سعودية؟ إذا حدثت هذه المصالحة تركيا ستعود إلى مجراها الطبيعي في التحالف معه، لأن تركيا تنظر إلى هذه الدول كما ينظر الرئيس ترامب. هو يرى في هذه الدول بقرة حلوبة ويريد أن يأخذ الكم الأكبر من هذا الحليب استثماريا، مصاري، بنوك، استثمارات، قروض وغيرها. اختفاء جمال خاشقجي على ماذا يدلل؟ يعني أتمنى أن لا يكون ذلك. يعني إذا كانت هناك موافقة تركية ضمنية علنية سرية مشكلة، لأن هذا يعني موقفا تركيا رسميا ضد السعودية عمليا، لأن حتى الآن هي لم تفعل شيء ضد السعودية عمليا، وحتى هناك اتصالات ووفود تذهب وتأتي. ولكن إذا فعلا كان هناك تورط بشكل أو بآخر للدولة السورية التركية مخابرات أمن في هذا الموضوع، أنا أعتقد سيكون هناك تصعيد من قبل السعودية ضد تركيا. بأي إطار هذا التصعيد؟ على الأقل إعلاميا في البداية، على الأقل إعلاميا. اثنين، قد سيكون هناك قرار سعودي من الدولة السعودية بعدم السماح للمواطنين السعوديين للسفر إلى تركيا، والأوراق التي تملكها السعودية ليست كثيرة ضد تركيا، سياحة، تجارة وإعلام، وليس هناك أكثر يعني. لكن جمال خاشقجي هو رجل معروف بأنه ناشط معارض للمملكة السعودية، موجود في تركيا وهو فقد في القنصلية السعودية. يعني كيف يمكن أن يكون التصعيد بهذه الطريقة؟ والله يعني يجب أن يكون تصعيد تركي ضد السعودية. لا باعتبار فقد في تركيا.
يعني ما الذي سيستنكر؟ هي السعودية ستستنكر أنه فقد في تركيا وأنتم مسؤولين عن ذلك. مثلا تركيا لم حتى الآن صار 3 سنوات أكثر من 3 سنوات والسعودية تضرب اليمن ومع الإمارات لكن خاشقجي أصلا لم يكن في السعودية يعني كيف يمكن أن تلعب هذه المسألة في السياسة؟ ترى بأنه المشهد السعودي التركي إلى مزيد من التصعيد؟ نعم يكون هناك المزيد على مبدأ مسائل فردية، على مسائل يعني هاي تكون حجة لأن الطرفان على نقطة الانفجار. لأن لولا تركيا وموقفها السعودية ربما كانت احتلت قطر. طيب. ليس بعدد العسكر الموجودين أو غير ذلك، الموقف التركي والذي جاء أيضا متزامنا مع الموقف الإيراني آنذاك في بداية الأزمة السعودية القطرية. فإذا هم يرون في تركيا السعودية ليس فقط أنه على زعامة الأمة الإسلامية، لأن تركيا أردوغان يريد أن يجعل من إسطنبول مكة جديدة بين قوسين، يأتي إليها كل الإسلاميون في العالم، وهو يتبنى هذه الفكرة ويدعم كل الإسلاميين ويتبرع لهم. يعني المخابرات الألمانية والمخابرات الأوروبية لماذا لديها أزمة مع تركيا؟ هذا السبب، لأن هناك نشاط إسلامي قوي جدا للدولة التركية بكل مؤسساتها في ألمانيا، باعتبار هناك 3.5 مليون ألماني موجود في و5 مليون في أوروبا بشكل عام. فالدول الأوروبية التي بدأ فيها التيار القومي العنصري يتصاعد كرد فعل على الدور التركي والسياسة التركية والنشاط والفعاليات التركية في أوروبا، وهو موضوع جدي. أنا أعرف هذا الموضوع بالتفصيل. نعم. وهو موضوع جدي. تعتقد بأن القس الأمريكي فعلا سينزل من الطائرة ذاهبا إلى أمريكا أو في مطار أمريكي قريبا؟ لماذا لا؟ سيتركها أردوغان؟ لماذا لا؟ يعني الموضوع الأردوغاني وموضوع تركيا وسياسات العدالة والتنمية، أعود وأقول قبل قليل، هم ينظرون أن السياسة الداخلية والسياسة الخارجية متلازمتان ومتلاصقتان. هو يهمه في الداخل أولا، ولكن يراهن على دور إقليمي ودولي. لا أريد أن أقول سلطان ولا خليفة، باعتبار هذه الكلمات أصبحت استخدمت كثيرا، ولكن هو يرى ويفكر ويؤمن بأنه هو زعيم المسلمين في العالم. هذه هي مبررات وأسباب ومستمرة، ما زالت مستمرة لتدخله في سوريا، وستكون مستقبلا أيضا مبررات لبقائه. لكن على صعيد العلاقات مع أمريكا ودول الغرب، بما أنه الموضوع متصل، هو غير قادر على الخروج من العباءة الأمريكية والأوروبية، أليس كذلك؟ يعني الآن في تركيا القواعد، هو يتهم أمريكا بأن تدعم وحدات الحماية الشعبية الكردية في شمال غرب شرق الفرات شمال سوريا، على الحدود التركية السورية 600 كيلومتر شرق الفرات 600 كيلومتر هي حدود أمريكية تركية. إذا كان تركيا يعني هم العلم الأمريكي موجود في عين العرب، أي في كوباني كما يقولون، وبالمقابل العلم التركي. طيب. إذن والدولتان أعضاء في الحلف الأطلسي 2. القواعد الأمريكية الموجودة في تركيا وقاعدة إنجلك بالذات اللي موجودة في أضنة هي شغالة 24 ساعة. ماذا تفعل القاعدة؟ تنقل الأسلحة التي يقول أردوغان بأنه منزعج منها لوحدات الحماية الشعبية الكردية. هناك قاعدة مهمة جدا في قرب مدينة مالاطيا، قاعدة تصنت وتجسس، من أكبر وأحدث القواعد في العالم التي تتصنت وتتجسس على كل الاتصالات. نعم. في سوريا وإيران بالذات. على كل حال هذه تحتاج لوحدها حلقة. ربما أشكرك كل الشكر الكاتب والخبير في الشؤون التركية حسني محلي على وجودك معنا في هذه الحلقة من حوار الساعة. هذه الحلقة مشاهدينا انتهت، شكرا للمتابعة، دمتم سالمين. We'll be right back.
نتنياهو يهدد لبنان كعادته، يعرض خرائط افتراضية لمخازن وصواريخ وهمية في ضواحي بيروت. إسرائيل والقوى الخاسرة في سوريا قلقة، واتفاق إدلب أبعد القتال إلى حين. صواريخ إيران على الإرهاب رسالة قوية، والمشهد الإقليمي بات واحداً. ماذا وراء التهويل الإسرائيلي والتحريض على المقاومة؟ هل لإخفاء الضعف والإخفاق أم للابتزاز وتصعيد الضغوط لا أكثر؟ التهويل الإسرائيلي، الأهداف الخفية، عنوان ندوة الأسبوع، يأتيكم الجمعة الساعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف. ولكن أونغا צריך לעבור מן העולם. الأونروا يعني بداية هي الشاهد الحي الدولي على مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني. هي الشاهد الدولي على حق الفلسطينيين في وطنهم وبأرضهم فلسطين. هي أيضا عنوان لقضية بانتظار الحل، لأن هناك رمزية كبيرة تعطى للوكالة من قبل اللاجئ الفلسطيني. لذلك أي اهتزاز في عمليات الأونروا أو تخفيض في هذه العمليات أو حتى وقفها سيكون له نتائج كارثية كبرى. ميداني الأونروا، تغييب الشاهد، يأتيكم الخميس الساعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف. لماذا وهنت المناعة ضد الفتنة في العالم العربي والإسلامي؟ كيف يشعل شعار في ملعب أو جملة في وسائط الاتصال الفتنة الكبرى؟ أما آن للعرب والمسلمين أن يرفعوا راية الوعي ضد عوامل سقوطهم؟ القابلية للفتنة عنوان برنامج ألف لام ميم، يأتيكم الخميس الساعة 9 مساء بتوقيت القدس الشريف. صباح الخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، هذه نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء وفيها
محكمة العدل الدولية تؤكد أنها تملك الاختصاص للنظر في شكوى إيران المقدمة ضد الولايات المتحدة بشأن إعادة فرض العقوبات وتقبل الدعوة. أن أكون رئيسا للعراق لا رئيسا لفئة أو مجموعة أو منطقة دون أخرى. بعد انتخابه رئيسا للعراق بأغلبية الأصوات، برهم صالح يتعهد الحفاظ على وحدة البلاد ويكلف عادل عبد المهدي تأليف الحكومة. كانوا يريدون أن يستقطبوا فلول داعش في هذه القاعدة يدربونهم. المعلم للميادين لا جدوى عسكري.